كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه غر الميامين. يقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. أسمى متوم صلى الله عليه وسلم كتك حديث ياكي يويوته أتكي سوما آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم بك مشو كلا بعد يصال يا فراذي يويوت أتكي سوما آية الكرسي كلا بعد يصال يا فراذي حكونا يتكى تمزوية كوينجيا بيبوني إسبقوا نكيفو بكي هاكي نجيانغو كتك إيمان وسيسهاو كسوما آية الكرسي kila unapomaliza kuswali swala ya faradhi, kwa sababu hii ndio njia nyepesi ya kuingia peponi. Yoyote atakayesoma ayatul kursi baada ya swala ya faradhi kisha akafariki kabla kipindi kingine cha swala kuingia, mtu huyu ni wa peponi moja kwa moja. Tushikamane na tudumu katika kusoma ayatul kursi kila tunapomaliza kuswali swala ya faradhi, ili na sisi tuwe ni katika watu wa peponi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma dalilu idha dhakartu Muhammadan fatara dumul ashiqina tasir.